خاصة للسفير المصري في لبنان علاء موسى. سعادة السفير مساء الخير، أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم بدنا نقول لك. مساء النور عزيزي جورج، ورمضان كريم علينا جميعا وعلى لبنان وعلى مصر وكل العالم العربي إن شاء الله والأمة الإسلامية. إن شاء الله يا رب. سعادة السفير بدي أبدأ معك من الخماسية. اجتماعكم هذا الأسبوع كان في دارة السفير القطري في السفارة القطرية، كان اجتماع لإعادة التفكير بالمبادئ بالتوجهات، وقيل حتى يعني أنه اجتماعكم أيضا هو ردا على بعض الأخبار والشائعات لنقل المتداولة والتي لها علاقة بعمل الخماسية. دائما في أخبار تطالكم وشائعات، إما عن تباينات في وجهات النظر، إما عن انسحابات، إما عن انكفاء للدور. يعني أول شيء، مين وراء هذه الأخبار برأيك؟ ليش دائما هناك أخبار عن هذا الموضوع؟ يعني أولا مساء الخير، وأنا في الحقيقة أتفق معك في الجزء الأول من سؤالك فيما يخص بأن الخماسية بتقوم بدورها وبتجتمع لكي تناقش وتقيم ما تم اتخاذه من خطوات وما سوف يتم اتخاذه من أيضا خطوات في المستقبل. أما فيما يتعلق بالشق أنه الهدف من الاجتماع هو رسالة إلى الخارج، خارج إطار الخماسية، بأنه الخماسية تعمل بشكل واحد وموحد. أتصور إحنا تجاوزنا هذا الأمر، ويمكن كان هناك بعض الأقاويل في بداية العام، إنما أتصور إحنا تجاوزناها عندما أرسلنا رسالة واضحة للجميع، سواء في حديثنا أو في اجتماعاتنا أو في لقاءاتنا مع مختلف القوى السياسية اللبنانية وأيضا القوى الرسمية، بأن الخماسية ملتزمة والتزامها واضح وتام، وسوف تعمل على تحقيق أقصى ما تستطيع من أجل إحداث خرق في هذا الملف الهام جدا للبنان ولنا جميعا. ف يعني ليست الاجتماعات هدفها هو هذا الأمر، بالعكس الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأمور والتأكيد على الخطوات نعم. طيب القادمة. سعادتك اسمح لي بس يعني قبل الحديث عن الخطوات القادمة، يعني عم بيضل في دائما بالاجتماعات المتكررة التي تعقد، عم بيضل دائما انه في ثوابت لها علاقة بانه سرعة انتخاب رئيس للجمهورية، وانه هذا الامر بات ملحا، وانه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة تدفعنا جميعا لانجاز هذا الاستحقاق. يعني دائما عم تبقى الامور في هذا الاطار، اي متى رح نشهد تطور أكثر؟ يعني مش بس إعادة التفكير بالثوابت، هل هناك من مؤشرات للمزيد من الإيجابيات المنتظرة؟ أشكرك على هذا السؤال، لأنه في الحقيقة الخماسية لكي تتحرك يجب أن تتحرك في إطار الفعل ورد الفعل، يجب أن يكون هناك ديالوج ما بين الخماسية من جهة والقوى السياسية اللبنانية من جهة أخرى. احنا في الفترة الأخيرة في الحقيقة تواصلنا سواء بشكل مجتمعين كخماسي أو حتى بشكل ثنائي كسفراء، ولمسنا جميعا إشارات إيجابية من مختلف القوى السياسية. قد تكون هذه الإشارات بدرجات متفاوتة، لكن هناك مشتركات وهناك رغبة بدأت تظهر لدى الجميع بسرعة أو أهمية الانتهاء من هذا الملف، هو ما جعل الخماسية تتحرك بشكل أكبر وتاخد خطوات أبعد. ويمكن اجتماعاتنا المتقاربة هي لأنه بيصلنا أشياء هامة، وهذه الأشياء لابد من تدارسها وتقييمها للاتفاق ما هي طبيعة هذه الأشياء الهامة كما وصفت سعادتك؟ يعني أشياء هامة عم توصلكم من مين تحديدا، من أي أطراف، أو شو طبيعة هذه الأشياء الهامة؟ أنا لازم أؤكد لك أنه بداية أتتنا هذه الإشارات الإيجابية من دولة الرئيس بري، وكانت إشارات إيجابية بمعنى، لأن ده سؤال أيضا مطروح، أنه الرجل عبر بشكل واضح وصريح بأنه لديه الرغبة والنية والإرادة إلى أنه يذهب إلى أبعد مدى من أجل الانتهاء من هذا الاستحقاق إلى يعني أبعد مدى، وإلى وصول إلى انتخاب رئيس. وأيضا استمعنا إلى نفس التوجه من مختلف الفرقاء،
قد يكون بدرجات متفاوتة عشان أكون أمين في حديثي، إنما هناك أرضية مشتركة ورغبة لدى الجميع. أنا بتحدث عندما يكون لدى الجميع رغبة، يبقى بنتحدث هنا عن مرحلة أخرى، المرونة، إظهار المرونة يتم التوافق عليه. هذا ما نعمل عليه حاليا. وفي الحقيقة البعض، يعني أؤكد على أنه هذا الأمر شيء مهم ويجب الوقوف عنده، لأنه ما سبق في الأيام والشهور السابقة لم يكن لدينا هذا الشعور أو هذه الرسائل. وبالتالي في ملف معقد بحجم انتخاب رئيس في لبنان، عندما نتلمس هذا الأمر في الحقيقة بيشجعنا ويجعلنا نذهب إلى خطوات أبعد. نعم سعادة السفير، ما هو المتوقع خلال المدى المنظور، يعني الأسبوع المقبل؟ هل هناك جولة للخماسية على عدد من الأطراف؟ كيف سيكون تحرككم؟ هل هناك اجتماع مرتقب لإلكم كسفراء؟ هل هناك بداية لجولة جديدة على المسؤولين اللبنانيين أم ماذا؟ لو تضعنا لو سمحت بهذا الجو. احنا في الحقيقة اجتماعنا الأخير كان هدف إلى تدارس ما تم الوصول إليه أو ما تم تلقفه من إشارات وتأكيدات. سنبدأ في الفترة القادمة، يمكن في خلال الأيام القليلة القادمة، إعادة التأكيد على هذه الأمور، ومن ثم نذهب إلى لقاءات أخرى موسعة ومتعددة مع مختلف القوى السياسية. أنا عايز أقول لك يا أستاذ جورج أنه ما تبحث عنه الخماسية في الحقيقة هو التزام تام وكامل من الأطراف اللبنانية بالذهاب إلى أبعد مدى للانتخاب الرئيس. طيب. طالما حصلنا على هذا الالتزام، وده شيء مهم جدا، هذا الالتزام سوف يتم ترجمته إلى أفعال. طيب ما حصلتوا بعد ما حصلتوا بعد على هذا الالتزام من الأطراف اللبنانيين؟ لا، احنا حصلنا في الحقيقة على إشارات جيدة، لكن بعد شو المطلوب؟ يعني المطلوب شو؟ التزام كيف؟ يعني التزام علني وواضح وصريح أم التزام خطي أم شو المطلوب يعني؟ لا لا، أنا لا أتصور أن هذا النوع. أنا في الحقيقة الالتزام أعني به أنه الجميع على نفس الصفحة والجميع على قلب رجل واحد، إلى أنه سنذهب إلى انتخاب رئيس وفقا لخارطة الطريق نتفق عليها جميعا. إذا ما تم الاتفاق عليها سوف نذهب إلى التنفيذ. هذا هو الأمر وهذا هو المناخ اللي الخماسية بتبحث عنه وترغب في إيجاده بشكل أو بآخر بالتنسيق مع مختلف الأطراف، لأنه في الحقيقة بدون هذا الالتزام أتصور أنه لن نستطيع قطع خطوات هامة. هل أنتم تدعمون أو تؤيدون مبادرة الاعتدال، كتلة الاعتدال؟ هل تواكبون مبادرة الاعتدال أم يعني كيف تتعاملون معها؟ طبعا احنا في الحقيقة على تواصل مع كتلة الاعتدال بشكل وثيق، وانه تقييمنا كخماسية وتقييمي انا شخصي الى دور حركة الاعتدال ان هو دور هام جدا، لانه في الحقيقة بيخلق زخم معين، وهذا الزخم نجب جميعنا احنا نعمل على الاستفادة منه، لانه في الحقيقة طالما وصلت اشارات جيدة الى كتلة الاعتدال، وطالما هناك حوار تقود الاعتدال مع مختلف القوى السياسية، وهذا الحوار يؤدي إلى تعديل المبادرة أو تصحيح مسارها أو إضافة أشياء أو حذف أشياء، هذا هو المناخ اللي احنا في حقيقة بنشجعه وبنرى أنه هو أمر جيد. نعم. طيب سعادة السفير، يعني هناك من يعتقد أن ما نمر به حاليا هو فترة من الوقت الضائع، وأن كل الجهود، وأعذرني لو سمحت على هذا السؤال، أنه جهودكم ومبادرتكم واجتماعاتكم هي محاولة تعبئة الوقت الضائع، وأيضا كتلة الاعتدال هي أيضا في هذا الإطار، وكل الأمر مرحل إلى ما بعد إرساء تسوية إقليمية دولية لها علاقة بمرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية، بمرحلة ما بعد الانتهاء من حرب غزة وكل هذه الأمور. ما هو تعليقك على هذا التحليل؟ في الحقيقة طبعا كله له رأي ورأي يحترم، أنا في الحقيقة الخماسية وتشكيلها وحجم دولها
في الحقيقة لا يعمل لملء الفراغ. الخماسية بتشكيلها ووزنها بيعمل من أجل إحداث خرق في هذا الملف وخرق إيجابي يؤدي إلى انتخاب الرئيس. لكن برضه نؤكد مرة أخرى أن الخماسية لا تعمل بمنأى عن الفرقاء اللبنانيين اللي هم الأساس وهم أصحاب الملكية الرئيسية في هذا الاستحقاق، وأيضا لا تعمل مازال على الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها. وبالتالي إحنا لا نسعى إلى ملء أي فراغ، إحنا نسعى إلى إحداث فارق، لكن قدرتنا على إحداث الفارق مرتبط كثيرا بما نتلقاه من مختلف القوى السياسية اللبنانية، وأيضا ببعض الظروف اللي قد تساعد الخماسية على عملها. ويمكن تحدثنا في أكثر من مناسبة عن أنه حدوث أو التوصل إلى هدنة في غزة قد يساعد بعض الشيء في ملء هذا الزخم أو دفعه أكثر إلى الأمام. لكن الخماسية في الحقيقة بدولها لا تعمل في أي وقت من الأوقات لملء الفراغ. أما فيما يتعلق بكتلة الأفدال، إذا جاز لي الحديث بالنيابة عنهم فأنا لا أتصور أيضا أن هم يعملوا لملء الفراغ، بيعملوا يحدوهم أمل أن يحدثوا الفارق، وفي الحقيقة عليهم أن يسعوا لكن مش بالضرورة إدراك النجاح ويشكروا على هذا المجهود. وأنا أتمنى من الحقيقة أصحاب هذا الرأي أن هم يعيدوا النظر مرة أخرى وأن يكون لديهم نظرة إيجابية. إحنا في هذه المرحلة محتاجين إلى نظرة إيجابية لما يتم عمله لعل وعسى نستطيع